السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بصحه جيده يا ربي. اليوم كما شفتوا سعاد جوهره مغربيه طلعت بواحد الفيديو كتاكد ان لبنى عندها جوج بنيات. بعد ما لبنى طلعت ونفات بان ما عندهاش بنيات، نفاتها يسرى حتى الزوج ديالها، ولكن سعاد طلعت المره الثانيه كتاكد ان لبنى عندها جوج بنات ومخليهم في الحسيمه وما باغاش تقول عليهم وما باغاش تقول انها عندها جوج بنيتات. المهم سعاد قلبها محروق من جيت بناتها اللي مشاو عند لبنى، وكيف ما شافت سعاد كيبان ليها بان لبنى دات ليها عائلتها ودات ليها الزوج ديالها وقالت ما عاد شنو خر باغا تدي ليا. كل شيء عنده عذر. لبنى كتطلع وكتقول انا هاد العائله نهار جيت لقيت المراه مطلقه. سعاد كتطلع كتقول لبنى هي اللي دمرت لي حياتي وهي اللي دات لي راجلي ودات لي بناتي. سعاد في هذه المرحله هذه غادي نعذروها، لانك ملي تشوفي بناتك مع مرت باهم ومعاديه معاك راه تقدري تقولي اي حاجه. داكشي علاش كنشوفوا سعاد كتحط اللومه على لبنى حيت ما لاقيه قدامها حتى شي واحد، ما لاقياش اللومه على من تحطها. واخا الناس راه كيكتبوا ليها وكيقولوا ليها سعاد راك انت اللي طلقتي داك الانسان وانت اللي جريتي عليه وانت اللي خرجتيهم كاملين، ولكن سعاد العذر ديالها هو انها كانت مريضه. قالت انا كل ما كنت زعما عندي السكن ديالي ونلقطه زعما باش نعيش، كيفاش كنت غادي نعيش زعما مع هاد الاولاد ومع هاد الراجل كل انا ما عندي صحيحتي وما عنديش فلوسي، منين غنعيش؟ زعما حنا كنولدوا الاولاد والراجل كنحطوا عليه كنقولوا نحطوا عليه الراس. قال زعما دغيا سمحوا فيا ودغا خلاوني ومشاو بحالهم. وهما دائما كيطلعوا كيقولوا لسعاد انت هي سبب المشاكل وانت اللي بعدتينا عليك وانت اللي ما بغيتيناش وانت سبب الطلاق. سعاد كتقول بانها كانت مريضه. دابا ملي جات لبنى قالت لبنى هي سببي، هي اللي دات لي عائلتي، هي اللي دات لي بناتي. هذا هو المشكل ديالها مع لبنى. ولكن بالنسبه لهاد المشكل ديال لبنى جات ودات الراجل وداكشي شفناه وباين وواضح، واخا حنا كيبان لنا من الجهه ديالنا بان لبنى جات ولقات سعاد مطلقه ما جاتش عليها، ولكن البنيات اللي سعاد متاكد وكتاكد وقالت بان لبنى قالتها بلسانها بانني عندي جبنات، حنا ما عمرنا سمعناها. الله اعلم واش قيلها لشي حد قريب ليها ولا قيلها لبناتها. المهم سعاد كتهضر وهي متاكده بان دوك البنات بنات لبنى، ولبنى راه قالت بان دوك بنات اختي وبانني انايا معلقين عليا وكنت مربياهم ماشي بناتي. المهم الحقيقه غادي تبان من بعد، وانا بان ليا جوج بنات ما كيتخباوش عادي. لو كان قالتها حتى في البدايه ما غادي ماشي مشكل، زعما بزاف ديال العيالات اللي كيكونوا والدات وكيعاودوا الزواج ديالهم ماشي حبسات غد هنا. لا سعاد لبنى كانت زوجته وهما مشاو التحقوا بالاب ديالهم باش يعيشوا معاه، الله اعلم. هذاك الشيء كتقول هي اسرارها ومخلياهم بينها وبين نفسها ما باغاش تقولهم حتى لواحد. وهذا الشيء زعما ديال الحياه الجديده اللي دابا عايشها راه بارطاجاتها معنا. الواحد عنده اسرار وكيبغي يخبيهم الله اعلم. وسعاد راه كنعذروها لو كان غير بناتها كانوا معاها كانت غادي تقول بان بناتي معايا، ولكن مشكله بناتها ماشي معاها، بناتها حتى هما ضدها. داكشي اللي كيخليها تمشي غير لبنى هي النقطه اللي كتلقى قدامها. ولكن اختي سعاد خاصك تلومي بناتك ولومي راجلك، ماشي تلومي غير لبنى بوحدها. هادشي اللي كيبان لينا حنا ولا كيواسع النظر بهذا القرار هذا. كتبان لينا سعاد محطمه بزاف من جهه بناتها لانهم معاديات معاها، والله يصلح الامور والله يصالحهم في هذه الايام. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.